أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج العقرب الأحد 20 يونيو حزيران 2021. توقعات برج العقرب عاطفيا: النواحي العاطفية لديك جيدة إذا كنت متزوج، لا تجعل قلقك وعصبيتك يؤثران في علاقتك، اذهب إلى السهر مع شريك حياتك بثقة وعزة بالنفس. للأعزب: الأمور العاطفية تشغل تفكيرك هذه الفترة، ولا تنسى أن الأمور المعقدة يمكن حلها بشكل تدريجي. مهنيا: تنسى كثيرا لنفسك عليك الحق بها، تحتاج إلى تصفية ذهنك والابتعاد عن أجواء التوتر التي لا تنتهي. ستحل كثير من الأزمات سريعا، فكن صبورا أكثر من ذلك. صحيا: أنت تميل إلى المشاريع الترفيهية التي تبعد عنك الهموم، فاختر أحدها وتشارك به مع المقربين. توقعات برج العقرب للرجل: انتبه إلى قراراتك واستشر أو امنح نفسك الوقت اللازم للدراسة الجديدة قبل أن تعطي رأيك فيه، واسمع آراء الآخرين ولا تستهين بالملاحظات، فقد تحمل لك شيئا من الصحة. ماليا: اليوم مناسب لتحديد أهدافك وتنظيم نفقاتك وتحديد وجهاتك المستقبلية. توقعات برج العقرب للمرأة: من المهم أن تعرفي جيدا كيف تتغلبي على روتين حياتك، فحاولي دائما أن تجددي منها باختبار شيء جديد ومحاولة عمله. أنت أقوى من المعتاد، ولا تدعي أمورك الشخصية تؤثر في أدائك، ركزي على النجاح الذي تطمحين إليه. عاطفيا للمرتبطة: لا تدعي علاقتك بالحبيب تمر بالفتور، أضيف الإثارة عليها. مؤشرات برج العقرب ليوم الأحد: الطاقة 75%، العاطفة 85%، النجاح 90%، الصحة 100%. أرقام الحظ لبرج العقرب يوم الأحد: 13 85 64 25. توافق برج العقرب يوم الأحد: في الحب مع القوس، في الصداقة مع الحوت، في العمل مع الجدي.